الى رضا الكربلائي بالفريق الاخر فريق المهاجرين. يلا رضا. شنه صعب قصيده لا من انتاج استوديوهات الكومي. ويلا اخي وينتو الشباب عينونا شوي بوي اخوي يلا جاهزين ان شاء الله. فوق ونزله رجح الورقه ليش اجيبها. رضا الكربلائي والفريق شويه ركز بالتمثيل وشويه ركزوا ويا على راحتك وعلى كيفكم لا ترتبكون لا تكثر حركات ركز جيدا على راحتك. اولا القصيده من انتاج استوديوهات قناه الكوميل الفضائيه بلا كلام. صغير لو كبير صغير لو كبير كربلة وسط من فيك كربلة من كربلة ما كربلة ماهر سلطان ماهر سلطان كيف على كيفك كلام كلام كتابة كتبتك أكتب كتبت سجلت سجلني حرف كتبت لا تأشر بال الثانية عوف الأولى الثانية ملة لا الأولى الثانية سماء 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 الكون نسيتك ثواني اكتبني كتبتك عوف الأولى كتبت سيدك ثواني من ماهر سلطان كتبت إلى السماء رسمتك استوديو إلى مجلس رسمت استوديو تاج استوديو الكومي راح تخلص. الثانية شنو كتاب ثانية شنو مكتوب رسالة رسالة للسماء رسالة للسماء رسالة من يجيبها من السماء رسالة الكون من يجيبها من السماء رسالة الوحي رسالة الوحي إجابة صحيحة. دكتور هاي لنا محسوب يعني لازم يفوت ورقة ثانية واحدة للأسف ما نستاهل ثانية والله حرام ما هذا قانون عليك العباس طيناها كاملة عليك العباس قاعد هيجي سنة سالي حلفتك بعد حلفك دكتور قانون ثانية واحدة قانون ثانية واحدة قانون انت ليش ما قلتها يعني ببالك ليش ما تقول انا ببالي شلون يعني ببالي غير طلعتها بعدين ببالي من بعدين ببالي مشوم رسالة الوحي قصيدة الحبيب ملا ماهر سلطان الكربلائي من استوديوهات من انتاج استوديوهات الكوميل الفضائية. يعني كان المفروض تحلونها شوية اسرع ثواني لو ثانية يا اخوي ليش ايش ملا احمد الحظ جاي يشتغل احنا عود ترى نوهت لك قلت لك هو ايش اسمه ماذا شلون قلت من السماء بالاخير لازم بالاخير هو استلمتها من عندك انا هي أهم زين يعني أخو بساعدتك والله نعم الله عليك بس هي نعم الله مو كلش قوي لأنه نعم الله بالدرجة هم الدرجة يلا خلينا نسمع القصيدة هي كانت سادسة أصحاب الكساء كربلاء والوحي جايب رسالة من السماء كربلاء من عرق وجه النبي روحي قالت من سبي كربلاء ثواني أول ما ذكر اسمي اجى الباب على ضلع أمي مو قلب الوقاف دمي ثواني هذه القصيدة اللي سألنا عنها فريق المهاجرين وهي للحبيب ماهر سلطان الكربلائي من إنتاج استوديوهات الكوميل الحج التعب كلش بين طبعا يبين هي نهاية وشالت الحلقات خلونا نسمع رضا الكربلائي يلدافن قمار يم النهار قبر الضوى وين أنا مشتاق إليك بقيت كربلاء يا عم هالعين مخنوقة صدري
وديني الكافل خدري يا سجاد يا سجاد أرد أسولف للجرالي ما شاء الله من مشيتي ميسرة بس أحس بيها كبيرة خاف أكسر خاطرة زحمة قل الشمير صوت عظمتني خاف الجمع عين اخويا الدمع منها لو جرى غيرة كافلي غيرة علي وادري بحساس خافا من نوي يما واحي يتأذى عباس لا سوليف لولا يدري وديني الكافل خدري يا سجاد أحسنت ما شاء الله ما شاء الله طيب الله أنفاسك يا حبيبي مولا رضا الله أنفاسكم مولا حبيبي أحسنت المتسابق الأخير من رضا الكربلائي إلى رضا الدراجي يا الله أهلا برضا رضا الرضا حبيبي نريد منك الرضا يا رضا يا رضا لا تطلعنا بدرجة واحدة رضينا إيه رضينا يا رضا إيه لازم جينا إنتاج الكمويل لو تراث باسم يا الله يا الله قلوب يلا عوف هم بعد مشكلتهم ها والله يمن حج يمني هم يعرفونه نحن لا نهزم تطلعوا مثلا لازم بيها غموض حجي إيه يعني سهلة مو صعبة كافع الفاطمي يا الله حج مرضى من العمارة ما أقدر لا مالك علاقة أنت بس أشرع عد مالك علاقة رضا الدراجي بلا كلام قديم قديم إيه ترى كربلة كربلة إيه حمزة باسم جليل باسم باسم كم كلمة ثلاثة أفراح 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 دير بالكم علي 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 كمليك علي إيه الأولى الأولى علي علي شمع 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 شمعتي شمعتي شموع 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 ايه على شموع الحزن على شموع ايه على شموع على فراغ شموع على شموع الفرح صارت على فراغ شموع الاولى شنو على على شموع الثانيه ثانيه شموع على عرق شموع لا تحكي الثانيه الثانيه ثانيه شنو بس مثل قربة على نور الشموع على نور الشموع على ضوء على ضوء الشموع على ضوء الشموع لا مو ضوء مثله نور 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 لا على قمة على ضوء الشموع على نار على ضوء الشموع احسنت احسنت محمد مردان صحيح على ضوء الشموع الله يا الله على ضوء الشموع أسهر ويا حبيبي كون تريد تزامطها كون تريد تزامط لا تندق بينك كون تريد تزامط لا تندق بينك رجعهم يلا واسم ما رد علي واحد هنا ها شو ما يفايسين عمي ارفايسين منو حافظ شوي من القصيدة على ضي الشموع أسهر ويا حبيبي أغازل بالدعاء لا أسهر ويا حبيبين يلا يلا خلينا نسمع الكوانت رول خلونا نسمع القصيدة صوت الحجي دائما أحلى
كل الحب والتقدير والاحترام للكبير باسم الكربلائي. 10 درجات لفريق القاسم مقا هاي هاي قالها ولا على الرميثي قالها اثنيناتنا بيهن ذن مشي حطت اثنيناتنا بيهن مشي حطت الله وكيلك شنو ما تنحش 13 هاي نعمه اي 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 اقول لك هو لازم فريق واحد منا منا لا لا هاي مبروكه هاي الثلاثه ترى ها مبروكه هذا مبروك شنو الله محمد وعلي يلا نسمع رضا الدراجي يا الله خير الأعمال الصلاة على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد غزلتها عفية عفية فتبسمت نعم سنت غزلتها أفيتات ما شاء الله فنت ما شاء الله لا 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 لا, لا, لا. غزلتها فتبسمت فرم الفؤاد بحبها يبقي جميل لا يريد سواها هل عرفتم من تكون حبيبتي من تكون من حبيبتك هل هل عرفتم من تكون حبيبتي هل غير تقول لنا ومن التي عرفانا رضا ومن التي لبس الفؤاد صاحب ما شاء الله ومن التي لبس الفؤاد رداها ما شاء الله تلك الصلاة أحسنت كتامها مسك أحسنت طيب الله أنفاسك أحسنت هاي للمرة الثانية والحلقة حلقة بعد حلقة رضا يقرأنا فصيح جميل هاي همي محمد مردان مدلك عليها يجازف يجازف رضا لو اختيارك هار يجازف اختيارك لا اختيارك هاي أخذ رأيي قلت لا أقرأ اختيارك عافية سنت عافية أحسنت أنت تقرأ قرآن شي تسمع قرآن ايه أخذ قرآن شو ها أنا بداية قرآن 4 سنوات قرآن منو درسك درست بالعتبة الحسينية عند حيدر الخزاعي نعم. حيدر الخزاعي والنعم استاذي والنعم. استاذ كثير من القراء يعني حيدر الخزاعي استاذ ملا عمار الكناني نعم احسنت ان شاء الله على نهجهم بطل والله بطل فرحه فرحه ان شاء الله ها حجي درجه شيء هاي لا احنا فايزين استاذ علي ماري فايزين فايزين احنا فايزين استاذ علي ماري والله صدق على هاي يلا ملا منتظر شرطه اللي حاطتها فايزين بحب النبي يلا ملا منتظر هاي اسهل قصيده ملا منتظر ماري يجي هاي المفروض ياخذ 3 مقاطع يا سعد ماري يجي مأيس شوفه يقول فايزين بحب النبي ملا ضياء حب النبي وهذا هذا مشط هذا شنو رقم 3 يا الله موفق يا الله يا الله كود الله هاي بيها ثلاثة يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله حج ها حج جاي يقرا والله جاي يغش سؤال ب 10 نقاط ولا 10 نقاط لها ثلاثة ثلاثة عشان ما تفيدنا منتظر امين بلا كلام قديم جديد يا اخوي احكيها واسكت قديم جديد كربلاء باسم كربلاء كم كلمة عادل اشكي كلمتين الأولى
ثاني نعطيهم. ثانية. ثانية. تعال. 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 جاي. جاي. أجيك. تجيني. الأولى. الأولى شنو؟ الأولى شنو؟ هي على هذا الوزن. تجيني. هي جاية بيها. أجيك تجيني. مفردات جاية. جايني. جاني. مشهورة مشهورة. خطار جاني. خطار جاني جاء صحيح. هو اصل قريته ولا تمشي فيكم والله ما سمعناه من عده عمي سمعت ولا ما سمعت والله ما سمعناه من عده عمي خطار عمي الله شاهد ما سمعناه من عده خطار عمي يلا جاني يا هلا جيته محلى الابول ورد على بيته خطار جاني يا هلا جيته ما شاء الله محلى الأبو لو مر على بنيته بس ما تصير عيونه بعيوني شلون أسأل ويشتال شلون بنيته ما في ما شاء الله سيّر علي الأسماء طبعاً رغم ما الكاميرات ترصد سنتم وتعرف أنه ملا منتظر حكاها هوش ملا منتظر حكاها بلسانه يا هالقال فملا منتظر حكاها هذا أستاذ قادر بس والله إحنا بس إحنا نمشيها لكم نمشيها للم اقول لك لو تعطونا 10 نفس يعني والله لا خطيه دفعه شوي المنكوبين يلا جزاكم الله الف خير يا عم مو لخاطركم خاطر هذا خاطر هذا الضيف العزيز المقدر المحترم قبل لا يقول يلا ملا منتظر سمعنا سيد منتظر شوي اخوي يا الله هفي الهوان صلى على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد يا ابن أمي عال تربان عيفتك رمي نعم عيني العمى ولا شوف ذيكين مسيا يا خويا خليناك على الغابرة عاري مغسل في يضيد ماك والكيف انذاري روحي بقت وياك أمشي وأدير العين للغاضرية يا ابن أمي عتير غيبتك رمية سنت أحسن محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أحسن طيب الله أنفاسك حاج أول مرة كلت الدقات بالبرنامج أول مرة كلت الدقات بالبرنامج هم نعطيهم درجة عمي يلا خاطر حاج 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 بعد بعد قدموا شيء حلو يا الله بعد بعد لكم درجات بعد لكم درجات الضيف عندنا بعد درجات الضيف خوش رقم خوي خوش رقم اي دكتور يجي يجي هسه سؤال سؤال الضيوف الضيوف تفضل مله مله ضياء يلا حياك الله مله تفضل سؤال لك انا اخوك دكتور لازم تسال غير لا يمك انت الفريق الخصم هو لا هو السر الفريق الخصم بس انت تقرا يا الله يا الله يا الله يا من اللي بعد هاي مروتك يا الله وانت بمروه يا الله والله سهل ترى تمثيله ولا ضياء فاطمه سهل تمثيل احمد للعب لك بيهم بلكد يا الله
يا الله يا بس طبعا قصائد التراث هذا سؤال التراث يا الله جاهزين بلا كلام كربلاي نجف كربلاي كربلاي نجف نجف كربلاي نجف نجف عبد الرضا عبد الرضا عبد الرضا كم كلمه كم كلمه ايام ايام كم كلمه كلمتين الاولى الاولى الثانيه الثانيه اوكي اول 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 اول, أول. واحد 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 صحيح ايه؟ بعد عيني واحد انظر واحد دمع واحد نظر واحد نظر واحد شنو انظر واحد هي سالفه اشوفه اشوف واحد شفت واحد شفت واحد شفتك واحد شفتك واحد شفت واحد شوف شو يسوي شوف شو يسوي شفت شوف شو يسوي شوف شو يسوي شفت واحد 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 ثبته بعد اشوف انا واحد اشوف انا اشوفك واحد نبر واحد نبر واحد اشوفك واحد شوف شاش تشوفه اشوفك واحد شاش هدوء هدوء اشوف واحد طريق المهاجرين لا. شفت شايف واحد لا. جمع شوف واحد شوف اشوف شفت شفت واحد شفت شايف واحد انظرت لك واحد انظرت لك واحد شفتك واحد ما هاي الما من عندي ما شفت واحد ما شفت واحد عجاي كلمتين حجي لا حجي لا 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 مو هيك لا امانة الله سيد حجي قال سيد منتظر لا ما سيد منتظر الموضوع أمانة الله أمانة الله حكيتها يعني هي لا انت قلت كلمتين لا انت ما قلت الماء الاشاره موجوده انا سيد كلمتين كلمتين عمي تحمد الله شكرا على اللي معكم الحجي ما شفت حجي غير ماكو ما شفت واحد الحجي اعطاكم اياها الماء ما شفنا واحد ما اشر الماء هو عشرة هسه الماء شلون ياشرها؟ اشر لي اياها بالله الماء حجي هاي شلون لا 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 شلون هاي انتم كفريق عندكم الماء انتم كفريق هو ثلاث كلمات حجي ما شفت واحد قصيدة تراثية للراحل عبد الرضا النجفي رحمة الله عليه كان هذا سؤال الإضافي الأول مثل ملا ضياء لفريق القاسم وبهذا تكون درجات فريق القاسم تعبرنا لهم هي ما قالوا ما شفنا هي ما شفت واحد ما شفت واحد مشينا لهم وما يخالف وبهذا تكون ما شفت واحد أنا قلت ما شفت واحد تكون درجاتكم النهائية 11 درجة في هذه الحلقة نسمع مشاركة الحبيب ملا ضياء القلعاوي صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد كل ما أشرب الماء يا حسين يا حسين أنت ويا يل شفتك جريح ينزف ضوى فوق المنارة يل شفتك جريح ينزف ضوى فوق المنارة شقد الله يحبنا الكربلاء جابك وبابي لرحمته خلاك لأحبابك وخلى الأنبياء توقف سرب بابك وملائكته تجي وتسجد على اعتابك يا بابي الحوائج يا أحلى النتائج يا تارس إديان الزاير بوقت الزيارة يا تارس إديان الزاير بوقت الزيارة طيب الله أنفاسك طيب الله أنفاسك ملا ضياء أحسنت طيب الله أنفاسك آخر سؤال يا رب يا رب خلنا نتمشى مستعدين كلش حجة هاي معناه بها إشارة ما راح أشر عديل عذروني من هاي يلا مشونا تعال يا الله مروتك سيد يا الله هذا سؤال هذا تراث أطلع راح أشر صحيح هلا بالسيد الجليل مولاي يا الله هلا بالسيد سؤال صعب من أربع كلمات خش إيه ثلاثة سوية خش مش أربع كلمات ثلاثة حجي خلنا أشر أخواني أشر حجي زين قديم جديد يا الله قصيدة من التراث الحسيني
مثل الله. ما اشار الدكتور عماد حتى نساعدكم، اربع كلمات ثلاثه متشابهات وواحده بالنص ما متشابهه. منتظر المقصوص بلا كلام. قديم كربلاء 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 الصغير حمزه الصغير حمزه حمزه الصغير اول كلمه اربع كلمات اربع كلمات خوش ثلاثه متشابهات ماشي امشي امشي اي تمشي مشيه مشينا نمشي نمشي مشينا نمشي مشهوره يسر درب اليسر مشينا مسيرات مشينا نمشي مشينا كنا تمشون مشيونا 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 بدرب اليسر مشيونا مشيونا بدرب مشيونا مشيونا درب اليسر مشيونا بس دقيقه مشيونا مشيونا صحيح والرابعه هم مشيونا بس اكو الثالثه شنو مشيونا مشيونا المن مشيونا مشيونا وين مشيونا 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 الكوفه مشيونا مشيونا الكوفة مشيونا صعدنا يا الله يا سيدنا يا الله طيب سيدنا انت طيب انعم الله عليك تعال نعطيك بوسه 11 مضبوطين جماعة لا تضوجون شباب حتى لا ابخس الحق يعني مشيونا مشيونا لا شلون بالاشاير بلالي قلوا لي عشر زين ها والله والنعم من يا الله من الزهر اخوي يا الله شويه انعدلت يا الله الحج راح يعدلها كلش الحج والله اي والله راح يعدلها والله لا ما انا اعدلها شو الله يعدلها نعم الله عليك سيد منتظر لا خالص هسه الحج هسه الحج هسه مشونا مشونا للكوفه مشونا قصيده للراحل الخالد حمزه الصغير رضوان الله عليه نسمع مشاركه الحبيب ملا منتظر المكسوس يا الله مولاي مين تخطف عباية ركوب عليها وشيلك ما شوف روحي تصير بيها ما أطول راح نعم دمي تعود على دينك عيني بالك يا كحيل تمسى وتجيها ولا يما من تخطف عباية أركب عليها ويلي غابت أمي ولا قمر مر بظلمتي ما شاء الله يمك العيد اللي يجي نزيل دمعتي قطع قلبي ولا تقطعين بصفنتي الهسه مني باقي اثار بغروبتي يمه الهسه مني باقي اثار بغروبتي يا ضيحك المن تجي رافقت روح البكي راحت الجانت تنومني على ديها نعم يمك الماء شوف شيله اركض عليه ويلي الشاعر الموفق الحبيب والاخ محمد الجراح احسنت 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 واحسن الشاعر طيب الله انفاسكم ولا منتظر امتعتونا بوجودكم بقصائدكم بمشاركاتكم الدرجات 11 درجه لفريق القاسم عليه السلام وعشر درجات لفريق المهاجرين والخريطه النهائيه بالدرجات عند دكتور عماد ها دكتور
حجي درجه تمطيت من نقطه يعطينا نقطه لكن طبعا نروح نوزع منشني بس شوي شباب هدوا خلينا نختم الحلقه لان صارت عندنا وقت متاخر. طبعا في ختام هذه الحلقه واخر مباراه لهذه الفريقين يعني باعتبار اول مره نحب نوجه الشكر والتقدير للسيد منتظر المقصوصي حجينا حبيبي دكتورنا الطيب مقصوصي وكذلك الشكر والتقدير لملا ضياء. شكرا لكم دكتور حبيبي تشريفنا ان بهاي الحلقه وضيوف اعزاء علينا خدمتكم. ومثل ما قال ملا علي الرميثي الفريق اللي بيه احمد العسكري ما راح يفوز اصلا مو نعمه 10 اي نعمه 10 بالمساعدات ان شاء الله فايز بحب محمد والله بالاوبر كل احنا ان شاء الله لا تعايرنا حجيه. المجموعه الثانيه اللي هي تضم فريق الامام الحسن وفريق الامام الحسين وفريق القاسم وفريق المهاجرين. يعني فريق القاسم عنده 33 نقطه 10 12 11 وفريق المهاجرين عنده 29 نقطة 10 9 10 ففريق المهاجرين تقريبا نحسم موضوع انه راح يغادرنا وما يوصل للنهائي. يبقى عندنا فريق القاسم ينتظر المباراة القادمة بين الإمام الحسن والإمام الحسين عليهم السلام. الفريقين عندهم كل واحد 26 نقطة. ايش قد مجمعين حاليا هم؟ هم 33 فلازم الفرق تاخذ أقل من 6 نقاط أو 7 نقاط، 7 نقاط تتعادل واحد من الفرق. بعد 7 نقاط يتأهل الفريقين الإمام الحسن أو الحسين. فعندهم نسبة حظوظ 50% 60% إذا ما جاوبوا الأسئلة الموجودة. نعم. فإن شاء الله نتمنى لهم الموفقية وكل الفرق نتمنى الفريق المهاجرين وتستمتعنا وياهم. الله يحفظك حجي. وشرفونا وملا أحمد إحنا نحب اللطف أكثر لا أكثر ولا أقل. بس عزيز ولا احنا بس يعني احنا سميناه بعد ايه؟ مو ملاطفه سميناه احمد النساي. لا هو يا فريق روح ليس الفريق النسيان اي احمد النساي هذا ينسى زين ما يحقد والختام يمك استاذ علي حبيبي. انا اشكرك دكتور شكرا لجهودكم اللي تقدموها في ترتيب الفرق واعداد هذه الحلقات وما يتعلق بها. يعني احنا وعدنا الساده المشاهدين ان نسولف بالتفاصيل اللي خاصة بالإعداد والتحضيرات إن شاء الله في الحلقة النهائية. أشكر كل الشكر والتقدير سيد منتظر المقصوصي. كم وصلكم سيد علي حبيبي. حياكم الله. توفيق الأفرقة إن شاء الله ومتسابقين جميعا إن شاء الله الفوز. والشكر والتقدير العالي للحبيب ملا ضياء القلعاوي. حبيبي أستاذ علي في هذه الحلقة. وللدكتور وللكادر إن شاء الله وللأخوة خدام الحسين الله يعيدها علينا وعليكم إياه إن شاء الله. أتمنى إنه بعد انا ما اتمنى بعد خلصت بالنسبه لي انا اسف بالنسبه لكم اتمنى لكم التوفيق ان شاء الله والحلقه القادمه قصدي الموسم الجاي ان شاء الله اول وانتم اتمنى لكم لا ياخذون اقل من 7 درجات وهذا صعب يعني. الاغلب موجودين بوجهين بالحسين مشاركين نعم موجودين بوجهين بالحسين وهم همين ممكن يصيرون لاعبين بدلاء اذا استعانوا ليش ما احسمهم لك هسه ادير وياهم خليه يخسرون ها هي يعني هم فرصتهم 50% باتر يعني باتر انا لهم ما باتر يعني احمد باتر انا مكان زيون باتر. اذا نشكركم فريق القاسم عليه السلام. النتائج بدات تصل على المحك ايها الكرام وراح نعرف النتائج كلها بالحلقات الجايه في مالها.